صبر حيله ايضا تشارك بهذا الانطلاق اذا على بركة الله تعالى وتوفيقه ينطلق اول اشواط هذا الصباح. اول الاشواط تنطلق بهذه المنافسة وبهذه الانطلاقة لشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة. هناك 8 كيلومترات هي التي تحتضن هذه الانطلاقة، هذه المنافسة القوية التي تجمع شعارات أصحاب السمو الشيوخ حكام مجلس التعاون للمشاركة بأرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. ها هي الانطلاقة، ها هي المنافسة، ها هي انطلاقتي أول الأشواط بالفترة الصباحية. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط الأول. الله 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 الله، انطلقت الآمال، تنطلق المنافسات، تنطلق التحديات بهذا الميدان جوهرة الميادين الذي يجمع جميع الأشقاء بهذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. المقدمة الصدارة المركز الأول. هناك حيلة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك سالم بن سعيد بن منانة السويدي يتواجد أيضا. يا سلام أبو سعيد، يتواجد المتحدي بهذه الانطلاقة. هناك من غير على المركز الأول. هناك الشاهينية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحج المكتوم. يا سلام يا سلام، انطلقت مشاهدينا الكرام، انطلقت مع هذا الشعار، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تواجدت وانطلقت مباشرة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. سلام لدولة الإمارات العربية المتحدة على فوز الشاهينية في المركز الأول. تهانينا لهذا الشعار، تهانينا لهذا الشعار، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الذي حصل على هذا الإنجاز الصباحي. سلام دولة الإمارات، سلام أبو عمر مطر بن لاحج الهاجري كان متواجدا مع هذه الانطلاقة. وبالفعل السلامات تذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي إلى أهالي دادة الدنيا. وبالفعل سلام 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 لأهالي الإمارات على هذا الفوز الرائع والمتميز. ويا سمير كب الطاسة، كب الطاسة على هذا الشعار، هذا الشعار بالفعل دائما بالمنافسة الشاهينية. مشاهدي الأعزاء تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بهذا الشوط. تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ليوم ضمرها مطر بن لاحج الهاجري كان متميزا بهذه الانطلاقة. المركز الثاني نوف اللي اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث الدوحة لعبد الهادي محسين البريدي. المركز الرابع من تواجد بالمركز الرابع هناك صبر لهج الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الخامس سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا وألف مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشاهينية في المركز الأول. ومضمرها مطر بن لاحج الهاجر المنتشي الذي انتشى مع انطلاقته أول الأشواط. تهانينا والناموس.